تعالوا صاحبي جاب عربيه جديده هعمل له لعبه بالبدول. تعالى 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 وانت كمان اتفرج علينا. بقول لك ايه، انا بصور فيديو. ها انا قلت حاجه للكاميرا. ها قلت ايه؟ هعمل سحر في العربيه بتاعتك. بص ده حبل عادي. ها اتاكد ان هو بيتقطع. ايوه اه بيتقطع صح، حبل عادي. تعالى قرب شوف الحبل. عادي. ها طيب لو انا دقيت المسمار ده في الحيطه وربطت الحبل وفي يعني الحبل ده في المسمار وربطتها في العربيه، تمام كده العربيه لو انت دوست بنزين هتمشي صح؟ هتمشي لقدام. ايوه هتمشي، بس ممكن ما تمشيش لورا. بس لو مشيت لورا الحبل هيتقطع كده كده صح، لانه ضعيف. ايوه صح. طيب بص انا هربط دلوقتي الحبل في المسمار وفي العربيه وهحط ايديا كده بس هلمسها بس. تمام. العربيه عمرها ما تطلع قدام ابدا. ازاي انا العربيه مش تطلع بامان لسه شارع عربيه؟ لا يلا يلا بص تعالى ادق عادي في الحيطه بتاعتك. عادي عادي ماشي عادي عادي اهو. اهو ناشف ولا ايه؟ اه ماشي ناشف. ها ناشف ايوه ماشي إيه. بس خلاص ايوه عشان بقى الشغل بتاع اهو. تعالى شوفني وانا بربطها عادي اهو. بربطها هنا اهو. استنى عشان نشدها شويه اهو. يا ابني هتمشي قدام عادي. ايه هتمشي قدام يا عم؟ استنى بس انتوا مش ملاحظين ان انا مش لابس السلسله اصلا؟ لا يلا انت حاططها في جيبك فرقت يعني؟ لا مش فرقت، خليها هنا السلسله بتاعتي. يلا خلاص اركب بقى العربيه. تعالى اركب عربيه. تعالى كده على جنب عشان ما لناش دعوه يا عم. مش هتتحرك. يلا بس لو ما تمشيش جامد. ها دوس بنزين على قد ما تقدر عادي عادي. ايه مش هيقدر يا جماعه يشوف تحت. ايه دوس دوس تعال قرب تعال. ايه مفيش حاجه عاديه. ايه مفيش حاجه. استنى ايه مفيش حاجة والله اهو. تتأكد تاني ماشي اهو. استنى احطها اهي. دوس عادي اهي. سهل. لا لا انا اللي بصور يا جماعه. انا اللي بصور. انا اللي بصور. دوروا عليه جوه. دوروا عليه جوه اهو. انا يا محمود يا باشا. محمود يا اخي انا محمود. انا اللي بصور يا جماعه. انا اللي بصور. لا 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 انت انا بص الحق يا عم. انا طلعت ازاي هنا امتى بسرعه؟ حط شغل العفاريت ده. انا يا عم انا ما تقدرش معانا نزارت هنا. عد البيت خالص والله يا باشا. شغل العفاريت. لا 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 كده شغل العفاريت بتعمله ده يا عم. لا 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 شكرا جدا على مشاهدتكم، وخليكم فاكرين ان انا هدفي انك تكون مبسوط من الفيديوهات وكل ده فن اسمه فن الخداع. يا ابني وانا يا ابني انا دايس فرامل. انا عارف العربيه مشيت ازاي. الكهرباء باظت خالص عنده مش عارف ازاي طلع. يعني انا دخلت دورت عليه جوه مش عارف طلع ازاي. انا عايز اعرف طلع ازاي من جوه. الاوضه دلوقتي طلع ازاي من جوه. المشكله كلها في السلسله صح؟ السلسله هي ليه عشان وقعت؟ السلسله لو وقعت العربيه خلاص شكرا. لا لا بجد مالهاش علاقه. يعني الدنيا دلوقتي خربت عندنا. احنا قعدنا ندور عليه جوه. احنا عايزين نعرف ندورنا عليه جوه طلع ازاي مش عارفين. انا هرجع لك. يعني هو مخاوي ولا ايه؟ انا هرجع لك الاوضه دي زي ما كانت بجد. شكرا جدا لمشاهدتكم، وخليكم فاكرين ان هدفي انك تكون مبسوط من الفيديوهات، والشير بتاعك بيشجعني جدا ان انا اعمل افكار مختلفه. وده اسمي على الانستجرام، اعمل فولو هناك لان هناك هيبقى فيه مسابقات كتير، واحتمال اختار حد من اللي عامل لي فولو يحضر معانا الكواليس زي الناس اللي واقفه دي. شكرا جدا لكم، وخليكم فاكرين ان هدفي انك تكون مبسوط. We'll be right back.